طبعا الساعة 2:15، بس بدي أقول لكم صباح الخير مش مساء الخير، لأنه بالعادة لما الواحد بيشوف ناس بحبهم بيبدأ نهار، فخلينا نبدأ نهار من جديد وإن شاء الله يكون دائما موفق. طبعا إذا زي ما أنتم شايفين أنا من كلية الطب وأنا مايكرو بيولوجيست إميونولوجيست، بس بسأل كثير ناس شو قصدي بالفراشات. البيئة هي جزء من حياتنا، فإحنا الفراشة هي من الكائنات الدقيقة جدا الحساسة اللي أي تأثير بيئي ممكن يقتلها. عشان هيك يقال علميا إذا اختفت الفراشات من الطبيعة فتوقع أن اختفت الحياة، لأنه هي من الفراش هو من الكائنات اللي من الملقحات المهمة جدا في الطبيعة بالإضافة لكثير من الحشرات الثانية، ولكن هي ماركر، هي زي عبارة عن عنوان للوضع البيئي. فبالعادة بنعمل دراسات طبعا بنميز بين نقطتين بالفراش، في عنا الفراش الليلي أو العف الموث، وفي عنا البتر فلاي اللي بنشوفها بالنهار. بعرفش إذا بتعرفوا كم في البلد اللي عنا كلها كم نوع فراش؟ تتوقعوا قديش عنا نوع فراش؟ احنا بنتجاوز ال 190 نوع سبيشيز وسب سبيشيز، وفي عنا الموث اللي هو الفراش الليلي بنوصل فوق ال 4000، فبنحكي على اعداد كثير كبيره اللي ممكن. عشان هيك اذا بدك تعرف الوضع البيئي في حديقتك اعمل موث تراب بالليل، فبتشوف قديش عندك صحه البيئه اللي انت موجود فيها. فبالنسبة لنا الفراش هو عبارة عن انديكيتر كثير بالنسبة لنا. وبدي أقول لكم شغلة كثير مهمة، كل الصور اللي راح تشوفوها هي مش صور من المراجع، هي صور حقيقية صورتها من الطبيعة اللي احنا موجودين فيها. وهي صورة فراش الأدميرال الأحمر، الفراش الجميل المهاجر اللي طبعاً عشان هيك اليوم نحكي عن كلايمت تشينج. مظبوط احنا مش رايحين، يعني ما بنقدر نقول بسنتين او ثلاثه او 10 سنوات نحكي عن كلايمت تشينج، ولكن راح نشوف انه في بعض السنوات اللي كان فيها تغير في درجه الحراره قديش اثر على عدد الفراش في منطقه معينه اللي انا قمت في دراستها. يعني هي مظبوط كلايمت تشينج، احنا نفكر اذا ارتفعت درجه الحراره، اليوم حكينا عن الريف البحري قديش بتاثر درجه الحراره، حكينا في المدن داخل المدينه بتاثر الحراره، فهذا ممكن مع ارتفاع الحراره قديش رح ياثر على البيئه المحيطه وقديش رح ياثر على الموبيليشن للبتر فلاي الموجوده هنا. طبعا كيف بندرس البتر فلايز؟ في عنا ثلاث طرق للبتر فلايز، اما انه مجرد المشاهدات بنعد الفراش في المنطقه اللي احنا موجودين فيها، او باخذ منطقه اللي رح نشوف جزء منها، انه باخذ منطقه بعمل ترين مسارات فيها وبعد الفراش اللي موجود في المسارات في المنطقة اللي أنا موجود فيها. طبعاً أنا استخدمت التنتين، الأولى لمجموعة كتير من الأنواع تقريباً 32 نوع موجود في المنطقة عندي، والنوع الثاني استخدمت بس نوعين من الفراش اللي رح نشوفهم ليش اخترت من التنتين. طبعاً بالنسبة للمشاهدات كان عندي من سنتين 2007 ل 2022 عندي ريكورد كامل للفراش اللي موجود في المنطقة ل 32 نوع. طبعا هو عندنا اكثر من الانواع، ولكن الكاونت كان عدد للمجموعه اللي من 2007 لل 2022. بس بالنسبه للتريلز المسارات كان عندي الريكورد الكامل سنه 2012، كملت 21 22 لنوعين اللي هن الاولد وورد سكولتين اللي هي بنسميها دايم السنونو، بس ما بعرف ليش هن هذول، والابولو الكامل. هذول التنتين نوعين اللي اخترتهم للدراسه. وين الدراسة؟ طبعا كنا بنعرف الخارطة، الخارطة أنا بالمنطقة اللي موجود فيها في منطقة جنين، هاي جنين هون توباس هون توكرم هون منطقة المهندس. إذا بنتخيل المنطقة اللي عندنا من البحر لغور الأردن 60 كيلومتر، إحنا بنطلع على منطقة كتير صغيرة، ولكن هاي المنطقة الصغيرة خلينا نتفرج عليها بطريقة ثانية. إحنا بنطلع على منطقة المنطقة عندنا هي فيها أربع زونز. المنطقة اللي بحكي عنها إذا بتلاحظوا إن أنا بمرق ثلاث زون، وعلى فكرة في عندنا في المنطقة هون أجمل منطقة في العالم
انه احنا بنقدر من القدس لاريحا نمرق من اربع كلايمت تشينجز بفتره قصيره، فهذا بيرجع لنا قديش عندنا تنوع بيولوجي. احنا مضبوط البلد كثير صغيره بس احنا نحن من اكبر تنوع بيولوجي في العالم بالنسبه للمساحه اللي احنا موجودين فيها من ناحيه نباتات، كمان انه احنا الكاريدور للطيور المهاجره، واحنا بنزيد ال 500 مليون طير في الربيع والخريف اللي بمر فوق المنطقه كميجريشن، هذا كثير بالنسبه لنا. ايه طبعا هاي اذا شايفين النقاط الموجوده هذه المنطقه اللي كنت عملت فيها هذا الشرطه، هي هدول مجموعة بس هيك تستمتعوا فيهم، هدول كلهم مجموعة فراش من المنطقة عنا. كثير مرات بنكون بدنا نطلع على برا بنتفرج على العالم اللي برا، بس عنا شيء كثير حلو. اللي عايزكم الشمال لهون هاي المنطقة، هذه تجميع، يعني هون بعمل كوليكشن، بعمل شيء بنسميه تصوير بالعربي، انه لانه بتعرف هي اوتر سكيلد، فبس بنشفها بتضلها زي ما هي. بعرف اذا بتعرفوا هذه اكبر عثة موجودة عندنا، توصل تقريبا 12.5 ل 15 سنتي اللي هي عفة الطاووس. وطبعا يرقتها كثير صغيرة بالبدايات بس بترجع يرقتها كبيرة بتكون عندنا. خلينا نيجي نطلع على الديكلاين اللي كان عندنا بس بالمقارنة في العدد بدون تريلز، يعني بالارقام في عندنا تنتين اخذتهم اللي هي البيضاء الصغيرة اللي هي سمول واي، وفي عندنا المانوس كبر. هذول التنتين اذا بتلاحظوا طبعا البيضاء الصغيره عددها كثير كبير بشكل عام اكثر من السكيبر، فاذا بتلاحظوا في كان عندي كثير تفاوتيه بين السنوات اللي موجوده. هذا طبعا بيعتمد مش بس على درجه الحراره، بيعتمد على كثير ظروف. اذا بتلاحظوا 18 19 شوي تغير فتره الكورونا، على فكره كانت كثير فتره للطبيعه رائعه لانه الناس ما طلعتش لبرا، فكانت فتره الكورونا عندها شوي زين مميزه. كمان عندنا مبيدات زراعيه والحرائق اللي عملنا، الاطارات عندنا مشكله في حرق الاطارات في المنطقه اللي بتحرق مناطق كثير كبيره، فبتحرق اليرق، بتحرق الشرنقه، وبتحرق طبعا النباتات اللي موجوده عليها. بس عشان اقول انه الكلايمت درجه عشان اقول انه السبب شيء ثاني، رحنا على منطقه اذا بتلاحظوا هي المنطقه اللي عملت عليها دراسه 9 نقاط. على فكره انا كل يوم جمعه او سبت لازم اخذ سياره لمده 3 ساعات ونص في المنطقه البريه، وبمرق النقاط هذول وبفترتها بكون انا للطيور، اليوم بشتغل على الاوركيد على نباتات الاوركيد كمان، وللفراشات اللي موجوده في المنطقه. هذول 9 مناطق اللي بنزل بوقف السياره عندها. إذا بتلاحظوا هي مناطق خارجية، كان الاختيار لها المناطق اللي ما فيش فيها سكان، يعني استبعدت المبيدات الزراعية، استبعدت كل الإيرقان اللي بدخول المباني، فهي مناطق بكر اللي رحنا عليها على أساس إنها تكون هي منطقة الدراسة. الفراشتين اللي حكينا عنها، هاي من الفراش كثير جميل جدا اللي هي ذيل السنونو. ذيل السنونو ميزتها دورة حياتها رهيبة. حياتها هي قصيرة ولكن الشرنقة تاعتها حياتها كثير طويلة، ممكن تمتد من اسبوعين لطول الشتاء تضلها لفترة الربيع تطلع، بس حجمها الكبير بساعد الطيور توكلها، فهي سهل انها تتاكل من الطيور. والنقطة الثانية انه يرقها والشرنقة معرضات كثير للمايكرو اورجانيزم، فبصير اتاك لها بموت كميات كثيرة منها بالفترة اللي موجودة، فعشان هيك أي تغير حراري بيساعد المايكروبيولوجيست انه بيرفع درجه الحراره او انخفاض درجه الحراره، فبيؤدي لظهور مايكرو اورجانيزمز تقتلها. بس عشان تعرفوا درجه الحراره والمايكرو اورجانيزمز، كان يحكوا الشباب عن الامثال الشعبيه العربيه، وبتعرفوا الاذار احنا شو بيقولوا؟ اذار ساعه شميس وساعه امطار، ساعه كيكات الشنار، وبحمض اللبن بقطع الجمل بقول يا معلمتي كبر الرخفان طول النهار. بس خليني بكيف على كلمة بحمض اللبن، عارفين ليش بحمض اللبن؟ لأنه ارتفاع الحرارة اللاكتوباسيلار بتبلش تشتغل أكثر، فبتصير عند الحموضة ترتفع، فارتفاع درجة الحرارة بتنشط المايكرو أورجانيزم إنها ممكن تزيد عدد القتل بالفراش اللي احنا شايفينه. طبعاً هي ليست كونسيرن بالنسبة للـ AUCN، بس بالنسبة لهذه الفراشة
هذه الفراشة أول فراشة تظهر بالربيع، يعني أول فراشة تطلع بفترة الربيع، وهذه تفضل المناطق المرتفعة، المناطق العالية. وبعرف إذا بتعرفوا في نبات العليقي اللي بيطلع زي البطيخة الصغيرة مرات، اليرقة تاعته شايفينها اليرقة سهل تشوفوها، ولكن اليرقة بتكون تحت الورق عشان تقدر تشوفها، بتكون تحت الورق بالعادة عشان تخرج من البريدترز من الطيور. وهي من الفراشة كتير جميل، احنا بنشوف الفراشة المعيد بس لما تصوروها طلع الطقم اللي بنشوفه. طبعا السوالوتيل كانت القصة التالية. السوالوتيل اذا بتلاحظوا اللون الاصفر، انا كل الشهر عندي اربع جمعة، فاذا بتلاحظوا اللون الاصفر انا ما طلعتش، بس كان في عندي حدث انه بهذه الفترة في عندي ثلاث اسابيع ما طلعتش لانه فقدت اخوي بالكورونا، فكان عندي ثلاث اسابيع ما طلعتهم مباشرة وتغنيها. فاذا بتلاحظوا الارقام اخذت الافرج، ما اخذتش العدد لانه الاسبوع الاول ممكن اشوف نفس الفراشة عشان اهرب من قصة ان انا بس بعيد الفراشة حتى من المرأة، فاخذت الافرج للفراشة. فاذا بتلاحظوا في عندي بالابريل ماي هون في عندي كمان ارتفاع في 2021 22، ولكن بنشوف قديش الديكلاين كانت في ابريل ماي، وصرنا نشوف لما رجعت لدرجه الحراره شو اللي كان عندي المشكله. نفس العمليه اذا بتطلعوا عندي هون مع هذه الفراشه، لانه هذه الفراشه اصلا بعد جون ما بنقدر نشوفها، لما تكون عباره عن شرنقه مش راح نقدر نشوفها للفورس ابولو. اذا بنطلع نرجع كلنا بنتذكر مع بعض لما كنا عشنا الفتره 2021 22، هاي اخذتها من الموقع هذا لدرجات الحراره على مدار السنه كامله. اذا بتطلع معي بس على شهر مارس وابريل، اذا بتطلع على المنطقه هون ال 21 كان عندي مجموعه من الايام اللي كانت كثير الحراره كثير عاليه، انه النباتات ولاحظناها كلياتها انه النباتات بسرعه جفت، فجفاف النبات السريع هذا قتل اليرقات، اليرقات بطلت تلاقي تاكله، وكان حقيقة جفاف رهيب جدا سنة ال 21 في المنطقات اللي التربة تاعتها خاصة المناطق الجبلية، التربة تاعتها كثير قليلة، الثيكنس للتربة واطي، فالدراينس كان كثير سريع جدا، حتى فقدنا كثير من النباتات حتى المزهرة بهذيك الفترة. ولاحظوا كمان في شغلة ثانية اللي هي من الصبح فترة ارتفاع الحرارة طول النهار، فكانت كثير بالنسبة بشهر 3 وشهر 4 اللي حقيقة ضرب النباتات اللي الفراشات راح يعيشوا عليها. ونفس الشيء إذا بتلاحظوا في نوفمبر، إحنا حكينا كمان في عند نوفمبر في عند فترة فراش اللي ببلش كمان ياخذ فترة اليرقة عشان تكون الشرنقة يضربوا بفترة الشتاء كلها، فإذا بتلاحظوا كمان في عندي كمان حرارة، بتكون شيء كثير بصراحة خلصت ما بتحكيش عليها كثير. تمام؟ بالنسبه لاجمالا هي اخر سلايدتين بس كثير، على فكره هذه الفراشه من الطيور من الفراشه المهاجر اللي بيقطع الاف الكيلومترات وبيجي عنا على مناطق السهول من اجمل الفراشه الموجوده هنا. بس احنا اجمالا مشكله الحراره اللي هي هجره الفراش راح تاثر على هجره الفراش، فتره التكاثر زي ما حكينا على التكاثر، كمان حكينا عن النباتات الهابيتنت اللي هي كان موجوده فيها طبعا، وكمان مش بس التأثير على النبتة نفسها، كمان وجود الحرائق نتيجة درجات الحرارة العالية كان بيحرق كمية كتير كبيرة، بتعرفوا حريق واحد ممكن أنا أقتل 1000 فراشة، فهذا بكل سهولة لأنها مش رح تتحرك لأنها هي عبارة عن شمعة، فهو كان تأثير كتير كبير عليه. وبالنهاية طبعا بنقول إنه يعني قديش عندنا غنى، إذا بتلاحظوا بالصورة هاي في عندي ثلاث أنواع فراشة، عارفين شو النبتة هذه؟ طبعا النباتات، هذا الطيون، فترة الطيون بتكون كثير بالنسبة لنا مهمة للنباتات، فعنا هون البينتد ليدي وعنا الليتل وايت وفي عنا الجمال النمرية، فهذول الثلاثة كانوا موجودين بنفسها اللي بنتأمل انه يعني ندير بالنا كناس إلا دور. اليوم سمعت كثير على قضية الفرد قديش ممكن أعمل، فكل واحد منا حديقة البيت عنده ممكن تكون جزء لحماية الفراشة، نعطيها كمان بيئة، إذا كانت البيئة البرانية مدبرة لها كمان تكون عنا ندير بالنا عليها، لأن هي جزء ماركر زي ما حكينا لها. وشكرا كثير لكم.
الفراشي مش هي اللي بتطير بس الرياح بتحملها، فهي بتتساعد بالرياح فهي بتنقل، فأي تغير منافي في وضع الرياح كمان ممكن إنه يخربشها. بعرفش إذا بتتذكر قبل 3 سنين 4 سنين كانت البنت بليدي الفراشي المدهونة، إذا بتتذكر كانت على مساحات السيارات كانت آلاف، فكانت عندنا هجرة كتير كبيرة كانت في فترتها، حتى شفناها كأعداد كتير هائل في المنطقة. فالميجريشن بتاعت مجتمع على الطيارات الهوائية لا مش بس الطيارات. على فكرة في الكتب الفراشة توكل ضحيك الأزهار، وكمية الأكل اللي بيساعدها أكثر هو فترة اليرقة. فترة اليرقة بتخزن كمية كبيرة من الدهون عشان هي اللي تقدر تساعدها في الهجرة. الفراشة الليلي اللي هو العث بس يكبر يصير عثي بياكلش ولا شيء، بس ماي، بس بيشرب ماي. كل الوجبه تاعته هي من الدهون اللي اخذها وهو يرقه. وعلى فكره اليوم بالميديسن احنا بندور شو كانوا ياكلوا يرقات من النباتات عشان ندور قديش فيهم انتي بكتيريا وانتي فانجل يحموهم خلال وجود الكفراشي كمان. بالضبط اللي بخزن في المؤخره تاعته نفس العمليه. الفراشة بحد ذاتها يعني الفراشة بحد ذاتها مش حتى لو كانت احنا ضد انتوا سامعين ان المكتبة العاصمة إذا إحنا يعني إذا برجع للمناطق الصحراوية أنواع الفراشة هي مختلفة، يعني في راح نشوف الأنواع لأنه كل بيئة لها النوع تاعها. بس إذا أجي أقدر أحكم أنا زرت كل المناطق بقدر أحكي إنه شفت الفراشة هاي شفت الفراشة هاي، بس ما عنديش ديتا إن أجي أقول إن عندي ديتا. لا 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 ما في حد لسه ما فيش بسوا. على فكرة هذا كل الشغل هذا إجمالا عشق عمل الفراش. الفراش تحديد لسه ما في كفراش أنا إلا طبعا في بعض الدراسات المسحية العامة. أنا بحكي عن بيسك ريسيرش، وكمان إنك أنت تراقب الفراش لمدة سنوات مع ريكوردينج مش سهلة إذا ما كانش عندك تالنت لإلها. هاي بعدين بخرفك